مزوارو بعدا غاسكو ساميمون دام كاز داماينو ماري مزيغ نوماضال. اسقسياني السؤال ديالك فيما يتعلق يعني التقييم ديال وضع التدريس الامازيغيه على مستوى المغرب. طبعا كيبقى ان اول يعني مبادره اللي جات 2003 فيما يخص الولوج الامازيغيه للمدرسه المغربيه، بمعنى كان اجدر 2003 حتى لهذا الوقت خص تكون على الاقل تكون في البكالوريا وتكون عمات على المستوى الافقي والعمودي، يعني كيقراوها الجميع الناس على المستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي. ولكن الان مازال كنلقاو الامازيغيه تتراوح غير في المستوى الابتدائي، وحتى في المستوى الابتدائي ما كاين جميع التلاميذ كيقراوا الامازيغيه، ومنها كيطرح مشكل ديال التمييز، التلميذ كيقرا واخر ما كيستافد شيء. ربما السلطه عندها مواقف اخرى كتقول لك انا ما عنديش الموارد البشريه. طبعا الموارد البشريه خص تكون اولا التدريس الامازيغي يكون مستوى العالي الجامعي، خص تكون تغطيه على مستوى الجامعات المغربيه كامله تكون فيهم الامازيغيه. وحاليا كنعرفوا باللي كاين غير خمسه تقريبا ديال الجامعات، منها وجده، فاس، الناظور، اكادير، الدار البيضاء، هي اللي كتقرا فيها الامازيغيه حاليا على المستوى الجامعي. وبالتالي شحال الافواج كاع اللي غيخرجوا في العام اللي يكونوا عندهم حاصلين على شهاده الاجازه في الدراسه الامازيغيه، وهاد النسبه غتكون ضئيله. وبالتالي كاين دابا اللي كاين في المغرب كيطرح السؤال ان 400 منصب يعني لكي تمشي الامازيغيه سنويا في هذه السنوات الاخيره، وكنشوفوا هذا العدد غير كافي بتاتا، رغم ان القانون الايطالي تصدر كيقول لك ان من هنا 2030 خص يكون على الاقل طالب او تلميذ مستوى البكالوريا يكون ناطق ويتواصل على الاقل قادر على التواصل، جات بهذه الصياغه قادر على التواصل باللغه الامازيغيه. ولكن الواقع شيء اخر، ربما ننتظروا حتى سنة 2030 ومازال غنلقاوها يلاه وصلت لواحد الاعدادي، ولا ربما كيفكروا يديروها في الاعداد. ولكن هنا كنطرح السؤال ديال الاراده، واش الاراده كاين هاد اللي كان كتواجدوا امام البرلمان، واش عندهم شي اراده فعلا حقيقيه ان هاد الامازيغيه تاخذ موقعها الطبيعي والوجود؟ لان الامازيغيه لغه البلاد ماشي لغه داخله، وما جيتش ماشي مربوط اخر، هي لغه البلاد، لغه اصليه خصها تعطيها القيمه، لان جميع الشعوب تتطور بلغتها الام كما يقال. ما يمكنش ان شي شعب يتقدم بلا لغه الام ديالو طبعا، وهي من اسس ديال مقومات الهويه الحقيقيه للمغرب. لان الا ما كانش الامازيغيه ما كانش الدارجه ما كاين والو. يعني بطبيعه الحال هذا السؤال ديال التدريس الامازيغيه وقع عليه في نقاشات ندوات، ولكن كيبقى المشكل هي الاراده، ما كاينش اراده سياسيه. ربما وحنا تسعة تدريس مستوى الامازيغي كاين ثلاثه سوايع اسبوعيا، كيف يعقل ان اللغه الاخرى الفرنسيه عندها حصص ولا سوايع اكثر من اللغه ديال البلاد ديال الامازيغيه؟ عندها تقريبا 9 سوايع. يعني هنا كتطرح فينا هو مبدا المساواه في الدستور، كتقول لي انا الامازيغيه الى جانب اللغه العربيه خص مبدا المساواه. نفس الزمن الدراسه اللي كتعطى الفرنسيه والعربيه خص تعطى حتى هي الامازيغيه، الا كنا فعلا كنسعاو للتقدم بهذه اللغه وتعطى لها القيمه الحقيقيه ديالها. واكيد هذا هو المعطى اللي كيتفقوا عليه بجموعه ديال اللي كيدرسوا الامازيغيه وكيتبعوا هذا الملف ديال تدريس الامازيغيه. شكرا على سؤالكم، واقول اسكواس امينو ذميمون دم سعود امار اني تخسنتو دار جميع العالم، جميع الناس الامازيغ ولا جميع الناس في العالم.